السلام عليكم، صافا كي دايرين؟ لاباس، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد السفيره غي انا وراجلي. شحال هادي ما خرجنا انصامبل، خلينا الوليدات وغادي نمشيو ان شاء الله. ريزرفينا في اصيله، في واحد ريزرفينا عن طريق اير بي ان بي، في واحد لابارتمون اللي كتطل على البحر. ان شاء الله غادي نديكم معايا لهاد السفيره وتشوفوا الاجواء وتشوفوا كي دوزناها، ونوريكم البليصه ونوريكم لابارتمون كي دايره. يمكن بزاف د الناس اللي تشجعوا يديروا شويه، يجيهم شويه الحماس ويبغيو حتى هما يسافروا. ونشوفوا واش بصح داكشي اللي غادي نشوف في الواقع هو اللي شفت في لو سيت ديال اير بي ان بي، حيت شفت لابارتمون زوينه صغيره كطلع على البحر تحت منها ان كافي. خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، شوفوا الطريق ديالنا كامله حتى نوصلوا ان شاء الله لتما. والحمد لله وصلنا بخير وعلى خير، تبارك الله. اصيله عامره، مازال الناس مخيمين، مازال الدراري واقفين بالسوارت كيقول لك شكون اللي بغى شي دويره. نحاول نوريكم شويه، فريمون الدنيا مازال عامره. الصد الصد بزاف، شحال 32 حراره، 33 درجه الحراره اليوم الحد. هذا النهار اللي قبل ذكرى عيد المولد النبوي، الحد 15 اليوم لو 15 سبتمبر. غادي نطلب على البحر. الوغ دابا وصلنا، غادي نوريكم لابارتمون، نوري لكم غير بالخف ومن بعد ندير لكم فيديو مفصل على لابارتمون كامله. انا من هذا الشيء كامل اللي عجبني واللي زعما على ودو جيت لهنا هو هاد لافي بانوراميك. شوفوا لي هاد لافي الواعره، شوتي فنكون بحال هكا قدام البحر. تحت كاينه قهوه، هيا تبان لكم، والبحر، وكاينين واحد الدريجات تما كتهبطوني شان البحر. كي قلت لكم هاد لابارتمون كريتها من اير بي ان بي، نوريها لكم بالخف. كاينه اون شامبر كوشي، كاين هنايا ان بتي صالون، طابلا مونجي، هنا كاينه اون كويزين. حتى اللي بغى يطيب ولا يجيب وليداتو معاه راه ممكن. الكويزين بالمعنات الاساسيين، كاين الشوفو، كاينه الثلاجه، هادشي اللي مهم. وكاين بالكون واحد اخر، صراحه هنا خاصه شي سيمانه ماشي 3 ايام. شوفوا شحال زوينه بليصه، فريمون واعره. ومن هنا راه هذه هي البلاصه اللي من هنا تقدروا تشوفوا الكوشي د سولي، غادي يكون هنا ان شاء الله. هاد البلاصه هذه راها ملاصقه مع، شوفوا تما كاينين الصياده كيصيدوا، كيعجبني كتعجبني الصياده ديال الحوت. بقيت كنتامل هنا راها ملاصقه مع القصبه، يعني راها قريبه، راه على رجليكم تقدروا تمشيو تسالوا في المدينه القديمه في الدورو. شوفوا البلاصه شحال واعره، يلا عشاق البحر وعشاق المناطق الساحليه اللي فيها البحر. شوفوا لي على منادر شحال غزال، باردون بغيت نصور لكم وما بغيتش نقبض معايا الناس، دوك بعاد ماشي مشكل. شوفوا الشمس قريبة تهبط، الغروب تهبط تهبط في البحر. جيت جلست شي شوية هنا أنا وراجلي، تمتعنا شي شوية بهاد المناظر الجميلة ديال الحجر. أنا كيعجبني البحر وكيعجبني الحجر، ها هو راجلي فين جالس،
ورايا القصبة، شتو تما الناس كيجيو، اللي كيجي الأصيلة تما كيجي باش يشوف الغروب، ديك هي البلاصة اللي كيشوفو فيها الناس الغروب. أصيلة من أعز المدن عندي، كنت كنجي نخيم فيها وأنا صغيرة، كان كيعجبني البحر ديالها، واخا دابا الصراحة ردوه ولات دارو مارينا وداكشي، ما بقاش البحر كيف كان شحال هادي. وهذاك لوطيل اللي الوسط هو اللي قبطنا، هو بصراحه ماشي اوتيل اوتيل، ابارتمون اوتيل. المهم كل واحد عنده لابارتمون ديالو كيف وريتكم. المهم الواحد يبدل الجو شي شويه، سورتو انا ما تنقدرش نسافر في الصيف حيت كتكون الخدمه بزاف، والواحد يغير، سواء كنسافر في شهر 6 سواء كنسافر في شهر 9 ولا شهر 10، كتكون الوقت شويه منفسه. دابا الحمد لله خدينا هاد اليومين ديال هاد جوغ فيغي اللي كاينه، زدنا عليها الحد، ايوا قلنا نرتاحوا شي شويه. شوفوا على منظر شحال زوين مورايا، عمر كاي عيط لوليدات وتوحشهم. شوفوا شوفوا على منظر شحال غزال، مازال تزيد الشمس تهبط مزيان ونصورها لكم. دابا راه غير شويه راه هابطه. عطيك ديدو. عطيني ديدو. الو ماما. الو ديدو. لاباس. لاباس حبيبه، توحشتيني. اه شحال قولي. نعم. شحال توحشتيني. توحشتك بزاف بزاف، انتي زوينة، فأنا توحشتك بزاف. يلا سلمي على كل شيء. بيزو. باي باي. باي باي. الشمس غربات دابا شوية غادي نطلعو. دائما كتعجبني التصفيره ديال شهر 9 حيت كتكون الدنيا شويه مخفه، واخا تبارك الله دابا راه 11 ونص وشوفوا الناس باقيين، يلا بداو كيجمعوا هنايا في القهوه. غادي تسولوني على الثمن ديال هاد لابارتمون بشحال، دابا في شهر 9 كريناها ب 500 درهم الليله، كنظن ان في شهر 7 وشهر 8 غادي تكون غاليه. وهكا غادي نخليكم في فيديو جديد ان شاء الله مع شي تسركيله غدا ان شاء الله في اصيله. سلامات، تصبحوا على خير.